ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا قطاقيط، عاملين ايه، احوالكم ايه؟ لو انتم متابعيني قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده كنا بنشرح الفرق بين البيض البلدي يعني في الفراخ البلدي والكلام ده كله، قلت لكم انا هبح الفراخ لان هي كده كده عمرها كبر. الفراخ دي انا كنت جايباها وهي كتاكيت قبل ما الكورونا تبتدي بسنتين، يعني بقى لها عمر طبعا. وكل ما الفراخ البلدي قعدت عندك فتره كل ما خصوبتها قلت، يعني بدل ما تبيض لك يوم ويوم بيضه هتلاقيها تبيض لك كل اسبوع بيض. المهم انا ببح الفرخه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. شوفي دي الدهون اللي حوالين الفتحه بتاعتها من تحت، دي الدهون دي اسمها كده مليسه، يعني يقول لك دي مليسه. يعني ايه مليسه؟ يعني كلت كتير وكبرت لدرجه ان هي عملت دهون حوالين العنقود وحوالين المصارين وحوالين كل حاجه، فهي دي ما تبطش ابدا الا بقى لو خسستيها دي مش هتاكليها مثلا، يبقى حرام عليك. فهي لها فتره تاكليها وتشربيها فيه. عشان كده بنقول الحمام ما تعملوش معامله الفراخ. يعني ايه معامله الفراخ؟ ما تقعديش تاكلي فيه عليه او عيش، عليه او عيش يليس، يعمل لك طبق دهون كبيره كده حوالين العنقود فما يبطش معاكي تاني. تبداي بقى تحطي له خل تفاح وتقللي له وتاكلي له فول وحاجات كتيره كده. فده معنى ان الحاجة ليست معاكي. انا حبيت ان انا اوريها لك المعلومة اهي على الطبيعة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بصور بايد واحدة هطلعه واوريكي هو شكله عامل ازاي من جوه. الدهون من جوه اهي، بصي حوالين الحتة اللي بيخرج منها البيض اللي هي الفتحة دي، شوفي الدهون جوه الفرخة، الدهون شوفي عنقود البيض فين، لسه اهي يا دوبك وما كانش هتنزل. يعني بسم الله ما شاء الله العنقود متكون اهو، بس المصارين مالي ديت هنا كانت البيضه هتقف فيها في تموتها حتى لو البيضه كبرت. اقول لك ليه؟ لان عشان عنقود البيض ده يكبر لازم تديها خضره وتديها عليه او تديها اكل مغذي. الاكل المغذي هيخليها تليس اكتر، ولو قللت عنها الاكل وما اكلتهاش اكل حلو عشان الدهن ده ينزل مش هتكون لك بيض بجوده عاليه. اهو شوف البيض، عنقود البيض اهو، مع انه متكون جوه بسم الله ما شاء الله، اهو بسم الله ما شاء الله حباته عامله زي الرمل بسم الله ما شاء الله. ده عنقود البيض جوه الفرخه البلدي اهو، اهي شوفي عامل ازاي. بس الدهون محاوطه فيها الدهون كل حته، في كل حته اهي اهي. شوفي الدهون دي ما كانتش هتقدر تبيض ابدا. شوفي بقى الدهون حوالين المصارين، بصي شوفي حتى الحصله مليانه الدهون ازاي. شوفي دي الدهون اللي انا جايباها من تحت، كانت لازقه هنا، كانت قافله الحته دي كلها. فالدهون طبعا يعني شوفي حتى عملت زيت مكان الدهن. طبعا ده ما بيترميش، اي دهن حيواني، اي دسم جاي من مصدر طبيعي، ما دخلش مصنع، ما دخلش علب، ما دخلش صفايح، والنبي لو كتبوا لك غير مهدرج 100% طبعا كدب. الحاجات دي اللي تطبخي بيها، تحطها على محشي، تحطها على رز، على صينيه بطاطس، مطرح ما يسري يمري، حاجه نظيفه وحاجه ايه تسري كده. ديت متربيه نظيف، لا كلت، كنت باكلها بصل وتوم وحاجات خفيفه في البيت ومع كده ليس. تخلي بالك الحمام بتاعك يليس، لو عندك بط مسكوفي بتسترزقي منه يليس. الفراخ التليس ده حاجه صعبه، ده بيبقى مغذيات كتيره. وهو بقى الحمد لله ان شاء الله نجدد عنقود، نغير الفراخ البلدي باذن الله. هجيب شويه صغيرين بس ايه عشان الشتاء الحاجه دي بتموت عندي، لانه مع السطح والجو بيبقى تلج الصراحه. فهجيب شويه صغيرين احطهم مع الحمام عشان ما يخلوش الحمام يبيض على الارض. بس اهو اتمنى اكون افدتك في الفيديو ده. اي تساؤلات على الطيور اكتبي لي في الكومنتات تحت وارد عليك ان شاء الله. السلام عليكم.